شرعنا منذ البارحة في تنظيم الأبواب المفتوحة التي سوف تستمر من 17 إلى 20 جويلية، وهي موجهة للطلبة حاملي شهادة بكالوريا الجدد. طبعا الغرض من هذه الأبواب المفتوحة هو التعريف بمختلف الميادين التكوين والتخصصات الموجودة على مستوى جامعتنا، وتقديم كل الشروح لتمكين الطلبة من اختيار التخصصات والشعب التي تتماشى مع معدلاتهم وتتماشى أيضا مع طموحاتهم وتطلعاتهم، بالإضافة أيضا إلى تعريفهم بمختلف جوانب الخدمات الاجتماعية من إيواء ونقل ومنحة إلى آخره.